ضيف حلقتنا اليوم واللي هو فيردينيو. خلينا للحلقات الأخيرة على خاطر صرا واحد الأمر في هذه الحلقة اللي ما كناش نتوقعينه. تعرف ما شاء الله ما شاء الله عندي فيك خويا نهبله مرته درامي كنت حاطه بين 150 شد مو درهم انا راك غلط انا سوفيردينو هذا ما تنزلش حبس حبس اخي والاخر روشكي درامي روشكي تشيرسكي خليها خليها غادي نزربطوك غادي نهرسك معكم كاميرا كاشي صاحبي تحلبت لكم صحتك من يدك تفيقنا الرئيس بردينو الله يبارك انا هادو ليا راني حارز روحي بغينا نطيحوك صاحبي ما يطيحش بردينو ما تخاف انا سيليا لونطو وانا حارز روحي من الكاميرا كاشي بردينيو كان فيقنا من الاولى خاصك تلاقيت معاه درت واحد الغلطه خفيفه اللي خلاته يقعد حارز روحه من الكاميرا كاشي خلانا نلعبوا له وانا وفي التالي حبس شوف لا شوف راها باينه انا عمري ما شت تاكسيير باش ما نهينوش التاكسيات عمري ما شت تاكسيير انا يسوق شي اسكران انا خلعني البابات قلت بالك البابات ماليش نشم الريحه بصح انا درت البابات باش ما نشموش الريحه بصح انا كي تلاقيت بيا عرفتك كيوتيوبر وشتي كاميرا كاش تاعك ما بغيتش نقول لك باسكو انا ديافي ما نجمش نحرجهم قدام الناس من داك شاف لي كاميرا كاشي تاعي تاع العنيفات هذه عاونته بزاف باش يفيق لي لكم رانا فوقنا لك يا ايوا بردينو خصك باش دير لها كاميرا كاشي لازم تقرا شويه يا وخونا ماشي راني هي في خونا الله يبارك شي اللي راك دير فيه الله يرحم الشهداء كل عام وانتم بخير ما عليش فيردينيو دوك نزيد نقرا كيما قلت لي ونطيحك ان شاء الله احرز روحك وصاي دان وراه عارف بلي كي قرب رمضان سينا بصح نقول لك حاجه فيردينيو ان شاء الله طيح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله